نينو فنجان ده واحد من المدربين اللي جم اشتغلوا في مصر وعملوا شغل كويس جدا وحقق نجاحات كبيره جدا مع الزمالك في توقيت صعب وفي توقيت كان الاهلي بيمتلك فريق كبير، لكن قدر ان هو يفوز ببطولات يعني كتيره جدا مع نادي الزمالك. ولكن للاسف رحلته لم تكتمل مع الزمالك، واحنا كزملكاويه كلنا كنا بنتمنى ان فنجاده يبقى مع الزمالك اطول فتره ممكنه، مش عشان النجاحات الكرويه فقط، ولكن بسبب ان هو بنى علاقه جيده جدا مع كل اللاعبين، بل معظم اللاعبين كانت علاقته جيده جدا بالجميع داخل نادي الزمالك، وعلاقته جيده جدا مع الاعلام، وبيعرف ازاي يتعامل مع الاعلام بشكل كويس جدا. وانا دايما بقول ان المدرسه البرتغاليه يعني وانت لسه داخل بتقول يا هادي بنسبة 80% المدرب بتاعها ينجح معاك هنا في مصر. العقلية والمنتاليتي بتاعت البرتغاليين وطريقة تفكير البرتغاليين بيقدروا يتعاملوا مع اللعيبة المصريين بشكل كويس، ومش انا اللي بقول كده، التاريخ هو اللي بيقول كده، التاريخ هو اللي بيقول كده في فنجادة، التاريخ هو اللي بيقول كده في مانويل جوزيه، التاريخ هو اللي بيقول كده في فيريرا، التاريخ هو اللي بيقول كده في عدد مدربين كتير جدا نجحوا في الكرة المصرية خاصة من المدرسة البرتغالية. بيسعدني ويشرفني ان انا يكون ضيفي المدير الفني لاتحاد الكرة والمدير الفني السابق للزمالك فنجادة. كوتش منورني في برنامج الريمونتادا وسعيد جدا بوجودك معايا. Permita-me, é um prazer pela primeira vez que estamos aqui neste programa. في البرنامج معاك. Com uma audiência muito grande. برنامج لي شعبية كبيرة بين الجماهير هنا. Enfim, tem capacidade وعنده المقدرة إني أوضح هنا جماهير كرة القدم المصرية قد إيه أهمية كرة القدم بالنسبة لمصر، ونحن دايما بنحاول نحسن كرة القدم في المستقبل. كوتش، تم تعيينك مديرا فنيا لاتحاد الكرة، والحقيقة طرحت الكثير من الأفكار والنقاط فيما يخص تخطيطك للكرة المصرية، وعايز أعرف هل أنت قبل اتخاذك القرار بقبول المنصب، هل درست الكرة المصرية وظروف الكرة المصرية وما يحدث فيها دلوقتي بشكل جيد، ولا قبلت المهمة وبعد كده بدأت دراسة مشاكل الكرة المصرية؟ هي حاجه جزء من الحاجتين. زي ما تعرفوا ان انا اشتغلت هنا كمدرب لنادي الزمالك 2003 2004، وبعد كده اشتغلت مدرب المنتخب الاولمبي 2006 لغايه بدايه 2008. وبطريقه انا بتابع الامور ومجرياتها في كره القدم، لأن كرة القدم بالنسبة لي في مصر، مصر هي بلدي الثاني لأسباب كروية وكمان لأسباب أسرية في الوقت الحالي. أنا عندي حب كبير جدا لمصر، ولما جت لي الدعوة من اتحاد الكورة عشان أقدر أشغل منصب المدير الفني للاتحاد المصري، أنا كنت عارف معلومات وأكيد طبعا ما كنتش عارف كل حاجة، وكنت عايز أعرف إيه بالظبط مهامي وإيه اللي نقدر نعمله. اللي قلته كان شغل المدير الفني أو أي شغل على مستوى كرة القدم لي أفق معين في الوقت، مش ست شهور ولا سنة، لا ده لي أفق دائم لكرة القدم المصرية، لأن كرة القدم دايما بتتقدم ودايما بتتطور، دايما محتاجة تجديد، فالشغل ما بيقفش. شغل أنا بعمله طبعا بمساعدة ناس كتير، لكن ممكن يتم عمله من خلال أي شخص آخر، لأنه مش شغل من عالم تاني، هو شغل يستحق الاهتمام، يستحق الود من كل الأطراف اللي شغالين فيه. أنا ما بحبش
اظهر، انا دائما شخص لو بروفايل، ما بحبش اظهر على وسائل الاعلام بصوره دائما واتكلم كتير. انا دائما بتعامل بنفس الصوره مع المدربين في اول الفرق الاصغر لغايه كره القدم النسائيه وكل المدربين بتعامل معاهم في شغل بيتم عمله في كل كيانات الكوره، سواء في على مستوى الاتحاد الكوره او على مستوى المدربين، ان احنا دائما نقدر ندي اكتر لكره القدم المصريه بالصوره اللي يحتاجها المواهب في مصر واللاعبين، لان مصر عندها لاعبين ممتازين، عندنا مواهب. لو تسال على حاجات معينه، في حاجات معينه فعلا اقل جوده، لكن عندنا ناس بتشتغل على مستوى جيد جدا. لو نقارن الامور بين 2003 لما كنت مدرب نادي الزمالك، كان في الفتره دي كان في فرقتين، الزمالك والاهلي او ثلاثه فرق، الاسماعيلي كمان، كان في فراغ كبير بين الفرق اللي في القمه والفرق الاخرى. النهارده شايفين مثلا السنه اللي فاتت لما جيت كان في ماتشات كتير، وادي دجله نزل دوري عن الدوري الممتاز هبط، لكن لما كان بيلعب قدام نادي الزمالك كان بيحصل مشاكل كتير نادي الزمالك في نتيجه المباراه. فالفرق حتى اللي في المستويات المنخفضه في الدوري عندها مستوى جيد وعندهم ظروف احسن للشغل، وانا شايف ان بهدوء مش محتاجين نتكلم دايما ان احنا بنعمل ايه وما بنعملش ايه. مع الهدوء زي ما كابتن ميدو عارف ان ساعات في مصر ما عندناش الامور الهدوء، لما الامور ما بتمشيش بصوره جيده الهدوء ده بيروح. فاحنا الشغل دوت اللي انا بعمله ممكن ما يكونش انا بس اللي اعمله، ممكن اشخاص ثانيه تعمله. اهم حاجه نمشي على نفس الطريق عشان يكون في دايما اهتمام بكل المنتخبات، يكون في تواصل من المنتخبات الاصغر سنيا لاول المنتخب الاول، فيكون في مستوى فني مساوي للجميع. عشان واكيد طبعا في كل مرحله عمريه في اسلوب تمرين مختلف وفي طرق تمرين مختلفه. احنا اول حاجه بنخلق اساس كبير من اول فرق الشباب بطريقه توصل اكثر عدد من اللاعبين اللي عندهم كواليتي للفريق الاول. اللي حصل قبل كده في كره المصريه، طبعا كابتن ميدو كان في الاجيال السابقه، كان في خدوا البطولة 2007 2008 2010، فكان في مشاكل ساعات في البطولات الأفريقية. أهم حاجة يكون كرة الشباب لي يكون لها النجاح هي كمان. كان السنة كانت جيدة لكرة القدم المصرية، الأهلي كسب الشامبيونز ليج الأفريقي ووصل في مستوى جيد في كأس العالم الأندية، والمنتخب الأولمبي كمان عمل منافسة جيدة. ساعات الناس بتسأل وقت قد ايه مستر فينجادا محتاجه لتحقيق الأهداف. أنا مش محتاج وقت، لا، اتحاد الكورة هيكون عنده كل الوقت المتاح، لأن الشغل اللي بعمله النهاردة شغل مش لفترة قريبة، لا، ده شغل لازم يكمل دايما. احنا دايما لازم عندنا هدوء عشان نحقق الأحسن دايما. أنا موجود هنا عشان أنا بحب إني أكون موجود هنا، أنا موجود هنا عشان حاسس بود وعلاقة جيدة كده مع مصر، أنا موجود هنا أكيد طبعا عشان أساعد. وانا كان عندي السي في كمدرب وانا موجود هنا عشان اساعد، اني بحب مصر جدا.